اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو الجايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي في دي القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين كله شمال كله عالسكة وشجال الضربة القضية بتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهيب ازيك يا حبيبي امورك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ سؤال طيب ازيك يا كابتن سعد؟ ازيك يا كابتن سعد؟ امورك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله عامل ايه؟ انسان طيب تعالى اتفضلوا جنبي هنا؟ اتفضل يا كابتن اخباركم ايه؟ الحمد لله يا كابتن كله تمام؟ كله تمام عامل شعره ايه؟ هنا اللي عملوه لي والله والله بس علامة يعني بقى وليد ما لحقش لا 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 مفيش لا مفيش شعر ده عمل زمان انت فكك تيجي في النص عشان احنا الاثنين لابسين اسود تعالى يا سعد ماشي يا كابتن انت اللي تيجي في النص عشان ايه؟ الناس ما تبقاش اسود في اسود طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا اتنين من نجوم الفريق النادي الاهلي واتنين من كباتن النادي الاهلي النهارده هيكونوا معانا وضيوفنا زي ما قلت لحضراتكم كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها لكابتن سعد سمير او كابتن وليد سليمان ابعتوها لنا على الحاوي وسمير مع الشاطر الهاشتاج اللي هشتغل عليه خلال الفتره القادمه